بسم الله، السلام عليكم. نبدأ اليوم إن شاء الله المحاضرة الأولى من مقرر مادة طرق معالجة المياه اللي هي الووتر تريتمنت. في البداية نتعرفوا على مفهوم المياه، شنو هي المياه، قبل ما ندخل في صلب الموضوع اللي هي طرق المعالجة. طبعا المياه تعتبر المياه أحد الموارد الطبيعية المتجددة. احنا عارفين ان الموارد البيئية عديدة، منها المتجددة، منها الدائمة، ومنها الغير متجددة. فالماء أو المياه تعتبر من الموارد الطبيعية المتجددة، وتعتبر من أثمن وأهم الموارد البيئية الموجودة على الأرض، ذلك لأهميتها أو لأن الماء مهم جدا لحياة جميع الكائنات الحية بمختلف أو باختلاف بيئاتها. يعني ما فيش كائن حي يقدر يعيش بدون ماء، يعني لا حياة بدون ماء، فبالتالي يعتبر أثمن وأهم الموارد البيئية. كذلك يزيد أهمية أخرى أو يميز عن باقي المركبات الكيميائية الأخرى هي ثبات كمية المياه على الأرض، فتصل حوالي أو حيث يشكل الماء حوالي 70.9% من مساحة الأرض، من بحار، من محيطات، من أنهار، على صورة جليد إلى آخره. يبقى هذا مفهوم المياه وأهمية المياه. نشوف شنو هو الماء أصلاً. الماء شنو هو؟ احنا نقول الماء، لكن منيش نركب الماء. شنو هو الماء؟ الماء هو مركب كيميائي يتكون من ذرة أكسجين مرتبطة مع ذرتين هيدروجين، بالإضافة إلى بعض المواد المذابة الأخرى. يبقى عرفنا تركيب الماء، منيش تركب الماء، يتركب من ذرة، أو الووتر يتركب من ذرة أكسجين مرتبطة بذرتين هيدروجين، ويحتوي على مجموعة أو بعض المواد المذابة. فالمياه عندها خصائص، الماء عشان يكون هو صالح للاستعمال البشري عندها صفات أو مميزات أو خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية لابد أن تتوفر عشان يصبح الماء صالح للاستعمال البشري. يعني الماء لابد أن يكون صالح للاستعمال، لابد أن يكون في صورة سائلة. الماء معروف أن اللون بتاعه شفاف، ده لون شفاف. الماء الطبيعي يعني ليس له رائحة. الماء يغلى عند درجة حرارة 100 درجة مئوية. هذه بعض الخصائص الفيزيائية اللي تميز الماء، يكون الماء صالح للاستعمال البشري. فقدر العلماء حجم المياه الكلي حوالي 1360 ملي مليار متر مكعب تقريبا، يعني حيث نجد أن من 97% يكون من هذا الحجم بحار ومحيطات، 2% يكون على صورة جليد أو في الحالة الصلبة، كمية قليلة أو نسبة قليلة تكون هي المياه العذبة. هذا بالنسبة لنبذة بسيطة عن الماء ومفهوم الماء. شو هو التلوث المياه؟ الووتر بوليوشن. بالنسبة للطلبة اللي دارسين مادة التلوث البيئي مر عليهم يعني شنو هو التلوث وأنواع التلوث، ومن بينها تلوث الماء دارسين الكلام هذا. فتلوث المياه هو أي تغير يطرأ على الماء، على الخصائص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية، مما يؤدي إلى تغير حالته سواء بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة، حيث يصبح هذا الماء غير صالح للاستعمال. يبقى أي تغير يحدث، احنا قلنا الماء عنده خصائص طبيعية وعنده خصائص كيميائية بيولوجية، فأي تغير يطرأ حتى زيادة مكون من مكونات الماء أو نقص من مكون من مكونات الماء نعتبره تلوث، لأن في سبب خلى العنصر هذا ينقص أو يزيد تركيزه. فبالتالي أي تغير يطرأ على الخصائص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية مما يؤدي إلى تغيير حالته، تغيير حالة الماء سواء كان هذا التغيير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بحيث أصبح الماء غير صالح للاستعمالات الطبيعية المخصص لها. هذا بالنسبة لتعريف تلوث المياه. ماشين أسباب تلوث المياه؟ طبعا أسباب تلوث المياه كثيرة، يعني كثير من الأسباب التي تؤدي إلى تلوث المياه، نذكر بعضها على سبيل المثال. مياه الأمطار، مياه الأمطار الملوثة قد يكون موجود في الجو، أكسيد مثلا بعض الغازات يعني زي أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد الكربون، خاصة غاز أو أكسيد الكربون لما يكون موجودات بتركيز عالي أو بنسب عالية. فلما يسقط المطر أو ماء المطر بيتفاعل ويحدث تفاعل جزيئات الماء مع هذا الغاز ويتكون حمض النيتريك أو حمض الكبريتيك حسب الغاز الموجود في الجو، ويصبح المطر مطر.
حمضي مطر ملوث، يعني في هذه الحالة تصبح المياه مياه ملوث، وخاصة هذا النوع في المناطق الصناعية. ثاني شيء سبب من الأسباب هي المياه المجاري ملوثة خاصة بالمنظفات الصناعية زي مثلا الصابون، بالإضافة إلى الكائنات الحية الأخرى المميضة من بكتيريا، من فيروسات، من فطريات إلى آخره. فهذا النوع يعتبر من أكبر المشاكل اللي تواجه الدول كافة، يعني المياه المجاري ملوثة بهذا النوع من الملوثات. أيضا المفاعلات النووية والتي تؤدي إلى تلوث الماء بما يعرف بالتلوث الحراري. طبعا التلوث الحراري أسبابه عديدة ومصادر عديدة، من بينها المصانع اللي تعمل في صناعة مثل المفاعلات النووية وهذا النوع من الأسلحة، فهي تحتاج إلى عمليات كميات كبيرة من المياه للتبريد، وبعد استخدامها للمياه يتم تصريفها مرة أخرى للمسطح المائي سواء كان بحر أو محيط. فالمياه التي تم إعادتها للجسم المائي أو المسطح المائي تكون مياه صافية لدرجة حرارتها عالية، بالتالي تؤدي لما يعرف التلوث الحراري، يعني فهنا أصبحت المياه ملوثة حراريا، درجة الحرارة درجة عالية يعني. أيضا الأسمدة الكيماوية تعمل سواء في الزراعة سواء كانت أسمدة عضوية أو مثل مخلفات الإنسان والحيوان، أو أسمدة غير عضوية مثل المركبات الكيميائية. أيضا المخلفات الصناعية يعني التي تتمثل في المصانع بمختلف أنواعها بمختلف الصناعات سواء كانت صناعات كيميائية أو صناعات غذائية. كذلك من الأسباب مثلا زي مصانع الألياف الصناعية التي تتلوث أو تلوث الماء بالبكتيريا والأملاح السامة، بعض المعادن الثقيلة كالزئبق والرصاص، أيضا بعض الأصباغ، كذلك الأحماض والحلويات وغيرها من المواد. كذلك تعتبر من الأسباب الملوثة للمياه اللي هي المبيدات الحشرية التي تستخدم في رش مثلا رش بعض أنواع النباتات، أيضا في مكافحة الآفات والحشرات. قد يكون يصل هذا المبيد بطريقة مباشرة إلى المسطح المائي، وذلك لمحاربة آفة أو حشرة موجودة في الماء أو بطريقة غير مباشرة. كذلك التلوث بالنفط يعني أيضا من أسباب تلوث الماء. تلوث النفط هو بسبب تسرب النفط أو مشتقاته إلى المسطحات المائية سواء كانت بحار أو محيطات. أسباب التلوث النفطي كثيرة وعديدة، من بينها مثلا حوادث السفن المحملة أو تصادم السفن المحملة بالنفط ومشتقاته مما يؤدي لتسرب النفط إلى المسطحات المائية، أو غسل وتنظيف الخزانات المحمول فيها النفط ومن ثم تصريف هذه المياه إلى المسطحات المائية. كثيرة هي أسباب التلوث النفطي، تلوث الماء بالتلوث النفطي. هذه بعض أسباب تلوث المياه. جيتوا نحكي عن مصادر تلوث المياه. مصادر تلوث المياه عندنا مصادر طبيعية. بداية نبدأ بالمصادر الطبيعية، هي الملوثات الموجودة في الجو أي كانت، قد تكون حبيبات غبار، قد تكون حتى حبوب لقاح، أي كانت موجودة في الجو تتلوث بها مياه الأمطار. كذلك المعادن الذائبة تعتبر مصادر طبيعية، تحلل المواد النباتية، تتحلل المواد النباتية موجودة في سطح مسطح مائي تموت وتتحلل، أيضا سببت لنا تلوث يعني للمياه. الجريان السطحي، أيضا الجريان السطحي يعني للأملاح والكيماويات وما إلى ذلك، أيضا يعتبر مصدر من المصادر الطبيعية لتلوث المياه. عندنا مصادر زراعية، المصادر الزراعية تتمثل في الانجراف المائي للتربة، لما تحدث عمليات الانجراف يعني بعض المواد الموجودة في التربة من أسمدة من مبيدات وما إلى ذلك، فيتم انجراف وصولها إلى المسطحات المائية عن طريق العوامل المناخية وتتسبب في تلوث المصدر المائي. المخلفات الحيوانية أيضا، الأسمدة الكيماوية والمبيدات، يعني كلها نعتبرهم مصادر تلوث المياه، مصادر زراعية. كذلك عندنا مياه الصرف، تشمل مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصناعي، حوادث المركبات البحرية، هذه كلها تعتبر مصادر تلوث المياه. بعض الأمثلة الأخرى وبعض المصادر الأخرى مثلا أنشطة البناء وما ينتج عنه من مخلفات ونفايات قد تصل بطريقة أو بأخرى إلى المصادر المائية، أيضا المناجم وما يصدر عنها من مخلفات ونفايات. الماء الجوفي قد يكون ملوث بأي طريقة، يعني أدت إلى تسرب الملوثات إلى الماء الجوفي وأصبح ماء ملوث غير صالح للاستعمال، أماكن تجمع القمامة وغيرها من المصادر الأخرى. ثم نجول للمياه العادمة. المياه العادمة في أبسط تعريفها أو في كلمتين هي مياه تم استعمالها، مياه مستعملة، مياه تم استعمالها، هذه هي المياه العادمة. لكن لما بنجي نعرفها هي مياه ناتجة عن أنشطة الإنسان المختلفة
أكوان زراعية وصناعية، وتحتوي على ملوثات أشعاعية وحرارية وعضوية وجرثومية، حيث توجد هذه الملوثات على هيئة مواد قابلة للترسيب أو مواد عالقة أو مواد مذابة أو على شكل غروي. هذه الأشكال اللي توجد بها أو الصور اللي توجد بها المواد المياه العادمة. يبقى المياه العادمة هي مياه تم استخدامها، مياه يعني ناتجة عن أنشطة مثلا الإنسان استخدمها في الزراعة أصبحت مياه عادمة، خلاص تم استخدامها، استخدمها في الصناعة فأصبحت قد تحتوي على ملوثات حرارية، قد تحتوي على ملوثات جرثومية، ملوثات إشعاعية حسب نوع النشاط اللي قام به الإنسان واستخدم في هذه المياه. فالأشكال اللي تاخذها أو الصور تكون موجودة عليها المياه قد تكون عليها مواد قابلة للترسيب، يمكن ترسيبها، أو مواد عالقة أو مذابة أو على شكل غروي. طيب نجي نعرف شنو مصادر المياه العادمة. لها مصادر عديدة، يعني من بينها المنازل يعني عن طريق الصرف الصحي، المؤسسات بمختلف أنواعها، المرافق الصناعية أيضا، مياه الأمطار، لأن من المطر لما يتم تلوثه في الجو بالملوثات الموجودة في الجو أصبح ماء عادم، ماء ملوث. أيضا المياه الجوفية والمياه السطحية، المياه الجوفية لما تصل إليها أي ملوثات أيضا تصبح مياه غير صالحة للاستعمال، مياه عادمة. المياه السطحية أيضا لما تصل إليها المخلفات والنفايات وما إلى ذلك من الملوثات إنها أصبحت مياه عادمة، مياه غير صالحة للاستعمال. يبقى الماء العادم هو ماء مستخدم، ماء غير صالح للاستعمال. طبعا المياه العادمة عندها بعض الخصائص اللي نقدر نحدد بها المياه العادمة، خصائص فيزيائية وخصائص بيولوجية. جيت هو نعرف الملوثات الموجودة في المياه العادمة. ناخذ بعض الملوثات الموجوده في المياه العادمه مثل الاجسام الصلبه العالقه، ايا كان نوع هذه الاجسام الصلبه. كذلك المواد العضويه القابله للتحلل مثل البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون. هذه المواد وان كانت الكربوهيدرات او الدهون وغيرها يعني عندها عمليه التحلل لها، يعني يتم استنفاذ كمية الأكسجين الموجودة في الماء عن طريق الكائنات الحية لتعمل تحليل هذه المواد، فبالتالي تؤدي إلى استنفاذ موارد الأكسجين الطبيعية الموجودة في هذه المياه. كذلك الكائنات الدقيقة الممرضة أيضا تعتبر من الملوثات. يعني كذلك مواد، عندنا مواد عضوية شديدة المقاومة أو تقاوم في طرق المعالجة البسيطة، طبعا هي نوع من أنواع الملوثات الموجودة في المياه العادمة. مثلا مثال عليها المواد هذه اللي تقاوم في المعالجة البسيطة زي المبيدات، زي الأسمدة، هذه يعني تحتاج إلى طرق فيها يتم فيها استخدام مواد كيميائية إلى ذلك حتى تتم معالجتها. أيضا المعادن الثقيلة سواء مثلا زي الصرنيخ، زي الرصاص، الكادميوم، الزئبق، هذه كلها ملوثات موجودة في المياه العادمة نجدها. يعني كذلك المكونات المذابة الغير عضوية مثل الكالسيوم، مثل الصوديوم، مثل الكبريت، هذه يعني بعض الملوثات الموجودة في المياه العادمة. تو نشوف وش مهمة أنواع المياه العادمة. أولا مياه الصرف الصحي. طبعا مياه الصرف الصحي هي إحدى مصادر المياه العادمة، وتشمل المياه العادمة الناتجة عن الأنشطة المنزلية. معروف لما نقول صرف صحي أول ما يوحي لي أنها يعني مياه عادمة ناتجة عن المنازل، يعني الأنشطة المنزلية. كذلك مثل المرافق الصحية والاستحمام، الطبخ والحمامات، أيضا العامل في الفنادق، المطاعم، المنتجات، مستشفيات، مدارس وما شابه ذلك. هذه هي يعني المياه الناتجة أو تم استعمالها في هذه الأماكن نسميها مياه صرف صحي. المياه الصرف الصحي من المياه السوداء، قد تحتوي على مخلفات البشر ومخلفات الحيوانات، المياه الرمادية اللي تنتج من الأنشطة المنزلية، نجد فيها بقايا أو فضلات من الطعام، كميات كبيرة من البكتيريا، من الفيروسات، غير من الكائنات الممرضة اللي تسبب كثير من الأمراض وأمراض خطيرة مثل مرض الكوليرا. النوع الثاني اللي هي مياه الصرف التجارية. مياه الصرف التجارية من نوع من أنواع المياه العادمة، مصدرها والأماكن التجارية، يعني بمعنى زي مثلا الصالون التجميل فيكون في حمام وفي يعني عندهم صرف. يعني كذلك الأماكن اللي يتم فيها تحنيط الحيوانات أيضا حيكون فيها استعمال مياه وتصريف مياه، أماكن إعادة مثلا طلاء الأثاث، محلات تصليح هياكل السيارات وغيرها من الأماكن وفيها يتم استعمال للمياه. فنجد أن هذه المياه تحتوي على مواد
خطيرة، يعني هذا النوع من المياه تتطلب معالجة خاصة أحيانا حتى يتم التخلص منها. عندنا أيضا مياه الصرف الزراعية. مياه الصرف الزراعية ناتجة عن أنشطة زراعية، ناتجة عن منشآت زراعية، كذلك المياه الجوفية الملوثة تعتبر يعني من مياه الصرف أو نوع من أنواع المياه العادمة الزراعية. كذلك تشمل المياه المستخدمة في تنظيف مثلا المزارع الحيوانية، يتم تنظيفها ومن ثم هذه المياه خلاص أصبحت مياه ملوثة، مياه مستعملة، نوع من أنواع المياه العادمة. أيضا غسل المنتجات تم حصدها أو محصودة أيضا تعتبر نوع من أنواع المياه العادمة الزراعية. تنظيف المعدات والآلات الزراعية، فكذلك تحتوي على مخاطر بيولوجية، مبيدات حشرية وأسمدة. أيضا الماء أو المياه الزائدة من الحقل أو من الأحواض والمناطق اللي غمرتها المياه هذه أثناء الجريان السطحي أثناء الري السطحي كلها تعتبر مياه صرف زراعية. النوع الرابع هو مياه الصرف الصناعية، وممكن هذه تعتبر حتى أخطر الأنواع، يعني هنا الماء تم استخدامه في صناعات مختلفة، قد ممكن يكون الماء قد استخدم كمادة خام أو مادة مساعدة في الإنتاج أو استخدم للتبريد كما هو في الحال في محطات توليد الطاقة الكهربائية، في بعض الصناعات النفطية، في محطات البخارية. فالمياه العادمة الصناعية هي ناتجة عرفنا عن استعمالات صناعية مختلفة تحتوي على مواد كيميائية ضارة، يعني صعبة التحلل، يعني لا تتحلل بسهولة عن طريق التحلل البيولوجي، صعبة التحلل. استخدم المياه والتي تتم عن طريق تصريف المياه الصناعية لابد لا يسمح لها بتصريف المياه إلى شبكة المياه المجاري العامة إلا بعد معالجتها، لأنها يعني هتسبب مشاكل لما تصل هذه المياه من الصرف الصحي وتختلط وتصل إلى الشبكة العامة للمجاري، فإنها هتسبب مشكلة بعدين في عمليات أو في محطة المعالجة. هذا بالنسبة لأنواع المياه العادمة. شوفوا أهم الملوثات الموجودة في مياه الصرف الصناعية. عندنا أول شيء صناعي معناه نتوقع أنه في تلوث حراري، يعني فالتلوث الحراري زي ما قلنا ناتج عن محطات توليد الطاقة الكهربائية، ناتج عن صناعات نفطية، عن المحطات البخارية، عن معامل غسيل الملابس اللي تحتاج إلى تبريد وتحتاج إلى إنتاج البخار وتستخدم كميات كبيرة من المياه لعمليات التبريد على سبيل المثال، تسبب في ارتفاع درجة الحرارة وفيها مشاكل خطيرة وكثيرة، يعني كمية عالية من المواد المترسبة، كميات عالية وكبيرة من المواد المترسبة. هذه مثلا نجد هذا النوع في مصانع مثلا زي مثلا مصانع تصنيع السكر، مناجم الفحم وغيرها، نجد الملوثات تنتج عنها. كذلك كميات عالية من المواد الذائبة خاصة في الصناعات النفطية وتفرير النفط. نوع آخر اللي هي الحوامض والقواعد، فالحوامض نجدها مثلا بعض الصناعات الكيماوية مثل صناعة الصابون، القواعد بعض الصناعات مثل الأقمشة والصوف والمغاسل نجد هذا النوع من الملوثات موجودة فيه. كذلك بعض المواد السامة الناتجة عن المصابغ والمدابغ ومصانع أو تصنيع الفحم الحجري. هذه أهم الملوثات اللي نجدها موجودة في مياه الصرف الصناعية. نجي تنظيم أو تقسيم مياه الصرف الصناعية. عندنا مياه الصرف صناعية غير عضوية ومياه صرف صناعية عضوية وفي مصادر أخرى. نجي النوع الأول هي مياه عادمة، نسميها مياه عادمة صناعية غير عضوية. فهذه هذا النوع مثلا نجده في ينتج أو نلقاه من مصانع الأسمنت، مصانع الحديد والصلب، فنجدها تحتوي على كميات عالية أو نسب مختلفة من المواد العالقة. ممكن ترسيب هذه المواد باستخدام مواد بعدين في طرق المعالجة بمواد مخثرة كأملاح الألمونيوم أو إضافة نسب مختلفة من كذلك بعض المواد الذائبة اللي تنتج عن عمليات التصنيع المختلفة كصهر الحديد وتصنيع الألمونيوم. يبقى هذا النوع نلقاه في مصانع الأسمنت، مصانع الحديد والصلب، تحتوي على نسبة عالية من المواد العالقة اللي ممكن ندير لها عملية ترسيب أثناء المعالجة باستخدام مواد كيميائية كأملاح الألمونيوم. كذلك نجد بعض المواد الذائبة الأخرى الناتجة عن عمليات صهر الحديد وتصنيع
الألمنيوم. مياه عادمة صناعية عضوية، هذا النوع نلقاه في الغالب يعني أو ينتج في الغالب من الصناعات الدوائية، يعني مصانع تصنع في الأدوية، كذلك مصافي البترول، الدباغة وغيرها. تختلف النوع أو نوعية المواد العضوية حسب نوعية الصناعة، يعني حسب نوعية الصناعة، بعضها يكون ضار وصعب التحلل، وبعضها يكون أقل ضرر وسهل التحلل، فحسب نوع الصناعة يكون نوع المادة العضوية. مصادر أخرى المياه العادمة مش تابعة للصرف الصناعي، طبعا مصادر أخرى المياه العادمة كثيرة، مثلا زي الفيضانات، زي الجريان السطحي، عندما تتدفق هذه المياه وتلامس أي سطح تلامسه، أو حتاخذ من خصائص المواد اللي تلامسها، سواء كانت معادن، كانت أتربة، كانت نباتات، فيصبح الماء في هذه الحالة مياه يعني غير نقية، مياه بها شوائب. النقطة الأخيرة مصدر ومصادر أخرى، هذه تتبع نوع من أنواع مصادر المياه العادمة. خواص المياه العادمة، شو هي خواص المياه العادمة؟ طبعا في خواص كيميائية وفي خواص فيزيائية. جون النوع الأول هي الخواص الفيزيائية. أول شيء هو المواد الصلبة. نبدأ بالمواد الصلبة. المواد الصلبة قد تكون طافية، قد تكون مترسبة، يعني قد نجدها طافية، قد نجدها مترسبة، قد نجدها عالقة، قد نجدها ذائبة يعني. فهذه المواد تبقى يعني ما تتبخرش من درجة الحرارة 103 ل 105 درجة مئوية، تبقى لا تتبخر. فهذه المواد يمكن أن تترسب في القاع، في خلال فترة من نصف ساعة نجد هذه المواد مترسبة في القاع. فيمكن تقسيمها، هناك تقسيمين، قد نقسمها إلى مواد لا يمكن ترشيحها، مواد الصلبة هذه تبقى مواد عالقة ولا يمكن ترشيحها، وهناك مواد يمكن ترشيحها من خلال فلتر أو خلال مرشح. فبالتالي عندنا مواد قابلة للترشيح ومواد غير قابلة للترشيح. كذلك يمكن نصنفها تصنيف آخر وفقا لدرجة التطاير، مثلا من درجة 550 درجة مئوية، فنجد أن الجزء العضوي يتأكسد عند هذه درجة الحرارة، فبالتالي ينتج غاز. في هذه الحالة نسميه الجزء المتطاير أو المواد العالقة المتطايرة، ينتج غاز. أما الجزء الغير عضوي فيبقى كرماد، فهذه نسميها المواد العالقة الغير متطايرة أو الثابتة. نجي للنقطة الثانية اللي هي الروائح. طبعا المياه العادمة بالتأكيد تكون فيها رائحة، يعني يصدر عنها رائحة الإنسان يستطيع أن يميزها، فتنبع هذه الروائح من الغازات المتولدة من تحلل المواد العضوية أو مواد تكون مضافة إلى مياه الصرف العادمة. قد تحتوي أيضا مياه الصرف على مركبات ذات رائحة أو مركبات تنبعث منها رائحة حتى أثناء عملية المعالجة. فالروائح هي سببها الغازات الموجودة الناتجة من تحلل المواد العضوية أو من المواد تكون مضافة إلى مياه الصرف. نجوا بعدين لدرجة الحرارة. درجة الحرارة تعتبر من أهم المؤشرات اللي تكون تأثر في عملية درجة الحرارة. فنحن معروف معرفين إن درجة الحرارة، كل ما ترتفع درجة الحرارة بتزيد سرعة التفاعلات الكيميائية. فلما ترتفع درجة الحرارة في جسم مائي بالتأكيد حتأثر على الأحياء المائية الموجودة، تبي تتأثر، تبي تزيد سرعة التفاعل، تبي تزيد عملية تقل نسبة الأكسجين الزائد في الماء، فهذا بيأثر على الكائنات الحية. التغير المفاجئ في درجة الحرارة، لما ترتفع درجة الحرارة الجسم المائي هذا يؤثر على العمليات الحيوية بالنسبة للكائنات الحية الموجودة في هذا المسطح المائي، يعني من تكاثر، من نمو إلى آخره. فارتفاع درجة الحرارة غير طبيعي يؤدي أيضا إلى العديد من المشاكل، مثل زيادة أو نمو بعض النباتات المائية غير مرغوب فيها، مثلا زي الفطريات، زي الطحالب. هذا أيضا من الخصائص أو الخواص الفيزيائية للمياه العادمة. مياه عادمة معناها تم فيها تصريف ملوثات، قد يكون بينها حتى تلوث حراري يعني، أو مخلفات نفطية وما إلى ذلك، فبالتالي هذه تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة بيترتب عليه مشاكل كثيرة، منها زيادة سرعة التفاعلات الكيميائية، ففي هذه الحالة يكون هناك استهلاك للأكسجين الزائد في الماء، فهذا بيأثر على الأحياء المائية الموجودة في المسطح المائي، بتتأثر العمليات الحيوية اللي تقوم بها الكائنات الحية أو المائية يعني في المسطح المائي، فبالتالي قد يؤدي حتى إلى موت هذه الكائنات المائية.
وأيضا ارتفاعها يؤدي لنمو نباتات غير مرغوب فيها. نجول لنقطة اللون، اللون طبعا يختلف لون المياه العادمة خاصة الصناعية وفقا لنوع الصناعة، يعني حسب نوع الصناعة يكون لون المياه العادمة. فهناك طرق وخواص وطرق تقيس بها اللون. أحيانا في بعض الأحيان الطرق المعالجة التقليدية لا يمكن إزالة اللون بشكل نهائي، يعني ممكن بعض الطرق مثلا زي الحماية النشطة أو المرشحات الرملية تعمل على إزالة نسبة معينة لبعض أنواع المواد الملونة، لكن مش بشكل نهائي، لأن يعني إزالة المواد الملونة بشكل نهائي تحتاج إلى عمليات أكسدة كيميائية. العقارة، العقارة هي وجود ملوثات على سطح الماء، هذه الملوثات تمنع اختراق الضوء. هناك بعض الأحياء المائية تحتاج إلى الضوء في نموها وتكاثرها، يعني فبالتالي العقارة هذه تمنع اختراق الضوء للماء. يعني حتى نستخدم فيها العقارة كمقياس أو اختبار لمدى جودة المياه. وتتوقف درجة العقارة هذه على كمية المواد العالقة ونوعها ولونها ودقة حبيباتها. جو خواص المياه العادمة الكيميائية، يعني احنا تو حكينا عن الخواص الفيزيائية، تو حكينا عن تو ندخل في الخواص الكيميائية. أول شيء نبدأ بالمواد العضوية. المواد العضوية شنو هي المادة العضوية؟ هي عبارة عن خليط من الكربون والهيدروجين والأكسجين، وأحيانا قد نجد أو بعض الأحيان نجد النيتروجين بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى تعتبر مهمة زي الحديد والفسفور والكبريت. يبقى المادة العضوية هي عبارة عن شو؟ عبارة عن خليط من الكربون والهيدروجين والأكسجين، بعض الأحيان نجد النيتروجين بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى مثل الحديد، الفسفور، الكبريت. أيضا أحيانا مياه الصرف الصناعي نجدها تحتوي على كميات قليلة من جزيئات عضوية، يعني تكون مصنعة تختلف أو تتباين في تركيبها الكيميائي، مثلا المواد الخافضة للتوتر السطحي اللي هي المنظفات الصناعية كالصابون تسبب مشكلة التوتر السطحي أثناء المعالجة. فكذلك الملوثات العضوية الرئيسية والمركبات العضوية المتطايرة والمبيدات الزراعية، كل هذه المركبات سببت تعقيدات وسببت صعوبة، يعني صعوبات عديدة ومشاكل عديدة أثناء عملية معالجة مياه الصرف، لأن أغلب هذه المركبات لا تتحلل بيولوجيا أو تتحلل ببطء شديد. هذا بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي المواد العضوية. نجي للنقطة الثانية اللي هي الزيوت والدهون، أو الخاصية الثانية هي الزيوت والدهون والشحوم. طبعا الدهون والمواد هذه تعتبر يعني من أكثر المواد العضوية ثبات. بمعنى شنو معنى الكلام؟ ثباتا إنها لا تتحلل بسهولة بفعل الكائنات الحية مثلا البكتيريا، لا تتحلل بسهولة. كيف تصل هذه المواد، يعني مثلا زيوت وشحوم، إلى الصرف أو مياه الصرف؟ يعني كيف تصل؟ مثلا عن طريق الورش على سبيل المثال، يعني يتم تصريفها وتصل إلى شبكة الصرف العامة، بحيث تطفو هذه المواد الدهنية والشحوم على سطح المياه وتكون في صورة مواد مترسبة تشكل أو مواد راسبة تتجمع مع الحمى. لكن هذه المواد، هذا النوع من الدهون تسبب مشاكل يعني في محطات المعالجة. كذلك إذا تم تصريفها بشكل مباشر، مياه تحتوي على الدهون، تحتوي على الشحوم والمواد هذه، يتم تصريفها بشكل مباشر إلى البيئة، كذلك لها تأثير سلبي على الحياة البيولوجية. أيضا عندنا المنظفات الصناعية. المنظفات الصناعية قلنا مواد، يعني كيف ما حكينا تو على التوتر السطحي، هي مواد خافضة للتوتر السطحي. مواد عبارة عن جزيئات قابلية للذوبان تكون ضعيفة، تسبب مشكلة أثناء عملية معالجة أو في محطات المعالجة، بحيث تتجمع جزيئات هذه المواد أو المنظفات وتشكل طبقة وفي طبقة ما بين الهواء وما بين الماء، تكون رغوة يعني، فتصعد تمنع حتى عملية المعالجة البيولوجية وتسبب فيها صعوبات وتعقيدات أثناء في محطات المعالجة. عندنا أيضا الفينول وغيره من المركبات العضوية تسبب طبعا مشاكل في طعم مياه الشرب. النوع الخامس اللي هي المركبات العضوية المتطايرة. طبعا هذه مركبات لها درجة غليان أقل من 100 درجة مئوية،
فنجد أن عند درجة 25 درجة مئوية قد تنساب هذه المركبات إلى مياه الصرف أو محطات المعالجة، وبعدين تسبب مشاكل وآثار يعني سلبية على صحة العاملين وعلى شبكات الصرف وعلى محطات المعالجة. هذا النوع من المركبات العضوية المتطايرة. الخاصية الأخيرة أو سهلية المبيدات والكيماويات الزراعية. أيضا تعتبر المركبات العضوية الموجودة في المبيدات السامة هي مواد فعالة في مياه الصرف، وتسبب لنا في نمو كائنات ونباتات غير مرغوب فيها مثل الطحالب.